السلام عليكم مرحبا بكم في قناة الشيف لطيفة. اليوم بحول الله موعدنا مع وصفات كثيرة ومتنوعة خاصة بالباتين. بونجور تو الموند، بيانفيني سور لا شين شيف لطيفة. اكتيفي سيل فو بليز بوتيت خاج بو بوفوار سويف افيك نو سي روسيت سبيسيال باتين. ما يفوتنيش سيداتي بعد ما شاركنا عدة وصفات خاصة بالسيدة المرضعة وبالرضيع، باش نشاركك معايا في الوصفات اللي وجدت لبنتي بمناسبة زيادة في مولود ذكر. الله يخليه لها ويخلي لكم وليداتكم، والله يرزقنا بالذرية الصالحة. كيف تشوفي معايا سيداتي، غادي نبداو من هنا ان شاء الله. ارتقيت في هذا الباطين باش نجمع فيه ما بين مملحات ووصفات ملحه وحلوه في نفس الوقت، وهي تتكون منوعه شيئا ما. نبداو هنا بيتزا اللي صوبتها باش ترافق هذا الباطين، وقطعتها هكا صغيره مربعات. هنا صابلي خاص بالعقيقة، هنا تمر مزين بالقرقاع، هنا النوكا البيضة الغنية عن التعريف، واللي شاركت معاك عدة وصفات في الموقع تاعي اللي هو موقع لالا لطيفة، واللي غنحط لك الروابط تاع هاد الوصفات النوكا في صندوق الوصف. هنا المكرون لي مزيين حسب لو تيم العقيقة، واللي كان هو الدوري من المنادي المرافقة. هنا كموسة الحنة، وهنا كموسة تاع بخور المولود. هنا نوع آخر من الصابليط العقيقة مزيين هالطريقة حسب لو تيم. هنايا عندنا البخور الخاصة بالمولود، هنا الشكلاط، وهنا المشمالو اللي زينتهم بريبون دوغي، حطيتهم في كأس فيه دراجي بالبيض والدوري. هنا لاباط دو فروي مزينه ايضا حسب جنس المولود. هنا عندنا الباب كيك، وهنا الكب كيك. هنا دائما مع النوكا البيضاء، وهنا عندنا السلوك الخاص بالعقيقة اللي حطيناه في هذه الحلة. جميع هذه الوصفات سيدتي غادي نشاركوها مستقبلا جميع. هنا عندنا لي صالي اللي رافقت لهاد البيفي. وهنا كيف تتشوفي معايا سيداتي طبلة تاع الحلويات المغربية الخاصة بالشاي، الشاي اللي غادي يرافق هاد الطبلة، شاي مغربي وحلويات مغربية محضة. هنا عندنا الفاكهة شوكولا، كعب الغزال، غريبة اللوز، قاص المغربي، وهذه حلويات قسمتها معك سيداتي. وهنا عندنا حلويات أخرى تاع اللوز، هنا عندنا الصابلي
وهنا حلويات اخرى اللوز. كيف تتعرفوا الضيف المغربي من تيجي ما تيدخلش بيدو خاويه. الناس اللي جاوا جاروا بنتي خاصه شيخها هو اللي جاب هذه الحلويات رائعه، لا في المنظر ولا في المذاق. سيدتي بقاي معايا في القناه، ما تزابيش القناه باش نشوفوا جميع هذه الوصفات تاع الباتيم، غادي نشوفهم ان شاء الله مستقبلا وغنتقاسمهم معاكم كاملين. تنتسنى من عندك سيداتي تعليق خاص بهذا البيفي، بارطاج، عملي شير وتقسمي الفيديو مع الاصدقاء تاعك في قنوات التواصل الاجتماعي. بالصحه والراحه، بقاي معايا غادي نحط الوصفات كلهم قريبا ان شاء الله.